المهم وصفه زوينه البنات، كما قلت لكم اللي فيه الاعراض ديال كورونا، فيه الكحه، ضرر الراس، صدر، تبوريشه، المهم دوك الاعراض ديال الزكام. المهم صحتكم البنات. المهم انا غادي نشربها وما غاديش نمشي للناس، خاصني نمشي للخدمه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه، لاباس. نتمنى تكونوا كاملين بخير البنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه رائعه البنات، نصحتني بها واحد صديقه ديالي من طنطان، حيت انا من مدينه طنطان، تزاديت تما. تنشكرها من هذا المنبر، تنشكرك اختي بزاف بزاف بزاف، والله يخلي لك معز عندك. الوصفه اللي عطيتيني اختي رائعه رائعه بزاف. المهم كما عرفتوا ولدي فيه كورونا، يعني من نهار 2 وحنا عارفين بانه فيه كورونا، يعني درنا ليه التيست نهار السبت، حيت كل يومين نديروا ليهم التيست على حسب المدرسه. درنا التيست نهار السبت فيه عنده نيجاتيف، كما وريت لكم واقيلا في الفيديو ولا نهار الخميس داك النهار. المهم ما عليناش، كل يومين تنديروا لو تيست للدراري الصغار، ونهار 2 فاش درنا ليه عاوتاني التيست لقينا بانه فيه كورونا. المهم هاد الوصفه تبعت عليه من نهار عرفت بانه فيه كورونا، من الحمد لله وصفه زوينه البنات، زوينه 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 بزاف. تنصح اي امراه، اي ام اللي عند الا كانت الا كنا مرادين ولا كان وليداتها مرادين، تعطيهم هاد الوصفه البنات، والله العلي العظيم راه تنحلف لكم بانها وصفه رائعه. المهم ولدي ما عنده حتى شي اعراض، المهم انا من نهار تنعطيها ليه، من نهار يعني نهار 2 كانت فيه كورونا. المهم هذه تقريبا هذه 5 ايام والحمد لله ما في حتى شي اعراض، لا حتى حاجه تقولوا بانه ما مريض ولكن راه فيه كورونا. المهم غادي بلا ما نطول عليكم، غادي نوري لكم الوصفه البنات، تبعوا غير خطوه بخطوه ان شاء الله غادي تعجبكم. المهم عندي هنا عصير الليمونه البنات، اللي عصرت عصير الليمونه البنات، ما فيه لا ماء لا حتى حاجه غير الليمون. هذا غادي نديروه في الكاسرونه، المهم البنات الا فيكم الكحه، فيكم داك التبوريشه ديال البرد، فيكم الرواح، داركم راسكم، يعني فيكم بحال اعراض ديال الكورونا، جربوا هاد الوصفه الى زوينه البنات، زوينه بزاف بزاف بزاف. انا دابا تنوجدها. المهم هاد الوصفه تتبقى عندي تقريبا تندير فيها يومين، يعني تنعطيها ليه بالليل فاش يبغي ينعس تيشربها، والمهم اللي باقي راه تنعطيها ليه نهار الاخر، كل يومين انا تنعاود نصيبها. المهم بلا ما نطول عليكم، غادي يفد شويه يسخن هاد العصير تاع الليمون، والمهم ونوري لكم المقادير الاخرى اللي غادي تزيدوا على هاد العصير. المهم البنات كيف تتشوفوا ولات دايره الكشكوشه بيضاء، العصير اللي درنا العصير تاع الليمون. المهم وغادي نزيدو فيه نص معلقه ديال الحرقوم، يعني الحرقوم ديال العود البنات اللي طحنتو، وعندي نص معلقه ديال القرفه، ونص معلقه ديال السكنجبير البنات، يعني السكنجبير اللي طحنتو حتى هو، ما تشريوش داك ديال السكنجبير ديال العطار، المهم داك اللي مطحون. وغادي نشدهم وغادي نخلطهم مع هاد العصير. المهم وصفه زوينه البنات، كما قلت لكم اللي فيه الاعراض ديال كورونا، فيه الكحه، ضرر الراس، صدر، تبوريشه، المهم دوك الاعراض ديال الزكام. المهم غادي نخلطوها، غادي نخليها تقريبا واحد 5 دقائق غير شويه، المهم نخليها واحد 5 دقائق وغادي نطفي عليها ونوري لكم الطريقه. المهم البنات كيف تتشوفوا تطفيض بحال هكا، يعني تطيب بحال هكا، غادي نطفيو عليها وغادي نخليوها حتى تبرد واحد شويه. المهم البنات فاش خليتها ارتاحت واحد شويه، المهم انا غادي ندير معكم غير شويه حيت انا بغيتها لولدي ان شاء الله بالليل. غادي نشد بحال العصير اللي درت فيه
المهم هاد الوصفة اللي درت غادي نزيد فيها العسل الحر. إلا عندكم البنات العسل الحر فالأحسن، إلا ما عندكمش العسل الحر ديروا العسل اللي كاين اللي عندكم. وغادي ندير فيه معلقة حيت ضروري خاصكم يكون فيه شوية يكون حلو على حساب الدراري الصغار اللي ما عندوش العسل. يدير شوية السكر على حساب الدراري الصغار. المهم ولكن فالأحسن العسل الحر البنات، لا الكبار لا الصغار. وتجي بنينه البنات، تجي ما تجيش يعني ما غير المذاق ديال القرفه شويه مجهده، مي ماشي مشكل. المهم انا ولدي راه كما قلت لكم عندي 5 ايام ولا تنعطيها ليه، والحمد لله ما فيه حتى شي اعراض ما فيه حتى حاجه. المهم خاصنا نخليوه حتى تبرد شويه، وفاش بغيتوا تبغوا تاخذوها فاش تبغوا تمشيو تنعسوا البنات ولا الوليدات يمشيو ينعسوا عطيها لهم يشربوها ويمشيو وغطوهم ان شاء الله. راه ما تخافوا حتى شي حاجه من هذه الوصفه، راه غير ناتوريل طبيعيه وزوينه البنات. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تشجعوني يا البنات، راه تنجيب لكم اشياء مفيده شي حاجه اللي غادي تستافدوا. ماشي المهم البنات خاصكم تشجعوني باش نبقى نجيب لكم الوصفات زوينات، وتنجيب لكم ديما اشياء مهمه البنات، يعني شي حاجه نقيه ماشي شي حاجه ديال الكذوب ولا ديال التفليات ولا. المهم تنتمنى تشجعوني، وان شاء الله راه عندي كثير من الحوايج اللي غادي نوري لكم ان شاء الله من هنا لقدام. والمهم صحتكم البنات، المهم انا غادي نشربها وما غاديش نمشي نعس، خاصني نمشي للخدمه. يلا حلوة يا سلام. المهم البنات والأمهات خاصكم ضروري تسخنوا هذا العصير قبل ما تعطوه لوليداتكم فاش يبغيو ينعسوا. المهم البنات والله الا حلوة وزوينة، وتنتمنى تجربوا هاد الوصفة. سلامة، بيزو بيزو، حتى المرة القادمة ان شاء الله فيديو جديد. ما تزابيوش البنات وشجعوني. يلا باي باي.